مصطفى الدرسي، محمد القداري مساعد اول، مروان الحراري مساعد ثاني، وحكم رابع يحيى الوحيشي، ومراقبا لهذا اللقاء ادم شحاته. اجواء جميله جدا، اجواء مميزه جدا، وعلى بركه الله تنطلق المباراه، مباراه النصر. لوسيانو يلعب الكره مرفوعه وراسيه ومرت. ربما الخطوره تاتي من لاعبي فريق النصر في الضربات الثابته، لكن كرة عالت العارضه، ولكن نتمنى ان يكون الشوط الثاني فيه القوه والمتعه والاثاره وفيه الاهداف بطبيعه الحال. مور لوسيانو ام لا، يلعب كره محمد تهامي، تهامي الاجاي اجاي اجاي بالقوه، اجاي مهاره، اجاي 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 مر اجاي، هو جول هو جول هو جول هو جول هو جول، اول هدف اللقاء عن طريق اللاعب جونيور اجاي. شوف اي، شوف الاستلام، استلام مع دوران، مر من الاول امام الزوي، مر من الاول والثاني، يتوغل علي يوسف، يمر من علي يوسف وباليسار بوم في الجول. اذا اول اهداف اللقاء لصالح جونيور اجاي النيجيري الذي يبدا بقوه. شوف القوه، يا الله 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 يا جونيور اجاي. قلت ان الشوط الثاني هو شوط سوف يكون ممتع، ولكره للاهلي وتسديده والتعادل، هو التعادل لكن ضاع من جمعه برقيقه. مميز برقيقه في اللقطه الماضيه، ترجع كره من جديد للنصر، التوامي هذه من المسلاتي، ولكن في اللحظات الاخيره هذه كره من جبريل مرسال، جبريل 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 يلعب الكره بالعرض، التعادل ضاعت، ضاعت هذه الكره من اوفيونغ. لوسيانو ويكسب خطأ رشيد، ينفذ خطأ سريعة، ترجع كرة لصالح فريق النصر، هذه كرة منطلاقة، انطلاقة، فرصة الثاني، فرصة الثاني، فرصة الثاني، فرصة الثاني والثاني، والهدف الثاني لصالح فريق النصر. شوف لعب الكرة آيات الحاج، سريعا اصطدت بين أجايي وأسست من جونيور أجايي، والواتي يضع الكرة بكل اقتدار هناك في الزاوية. إذا هدفين مقابل لا شيء، يتقدم فريق النصر على فريق الأهلي، وهذا أجايي في الأسيست، سجل أجايي وأهدى أجايي الأسيست، والهدف الثاني عن طريق الواتي. خروج برقيقة ودخول الحارس أحمد عزاقة، ما يدل أن هناك بطاقة حمراء شهرها الحكم في وجه حارس المرمى مراد لوحيشي. طاهر، طاهر بن عمرو، هناك خطأ وبطاقة صفراء لوائل الزديرة، وبطاقة حمراء لوائل الزديرة. إذا حمراء لوائل الزديرة. حامد ثلبة يلعب كرة أمامية وطويلة، ترجع برأسية من ميلادي، أوفيونغ، أوفيونغ في الاستلام، أوفيونغ في الاستلام، يراوغ بشكل طيب، هو الهدف، هو الثالث، تسديدة بالمرة الأولى وثانية، ولكن الامتياز لأصيل المقصبي. تولغي لبن عامر، بن عامر يلعب كرة بالعرض، بن عامر والتسديدة وأصيل المقصبي، تسديدة وأصيل المقصبي، يهيئ كرة بشكل طيب عند الثلبة، يقول تسديدة، ولكن كرة تمرت بجوار القائم. جانبية أهلوية تلعب سريعا، وفي هذه اللحظات أعزائي المشاهدين يطلق الحكم مصطفى الدرسي عن نهاية مباراة الأهلي والنصر.